العالم كتاب كبير، والذين لم يسافروا قرأوا منه صفحة واحدة. صوت العرب من القاهرة يقدم حول العالم في 30 يوما. حول العالم في 30 يوما بصحبة الدكتور أيمن زهري، إخراج حاتم العجمي. أهلا بحضرتكم. أقامت في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي من مارس ليوليو 2010. كنت شغال في مشروع عن الهجرة الدولية بينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. في الحقيقة بروكسل مدينة كئيبة ملهاش سمت مميز، تحس انهم حطوا فيها مقر الاتحاد الأوروبي عشان الدنيا تتحرك شوية هناك. اكتر حاجة بتميز بيها بروكسل وبتفتخر بيها وبتعتبرها مزار سياحي مهم هو تمثال عريان لطفل صغير طوله 59 سنتي وهو يتبول. لو ما زرتش التمثال ده تبقى ما زرتش بروكسل. التمثال موجود في حتة كده مزنوقة ومتوصل من نافورة مية تسمح له انه يتبول ليل نهار. طبعا في حكايات وقصص كتيرة حوالين التمثال ده، منها مثلا انه حصل ماس كهربائي في المدينة فالطفل ده تبول على الماس الكهربائي فاخمد الحريق، منها حكاية تانية انه الطفل ده كان تايه من امه في احد الاسواق فلما دوروا عليه لقوه بيتبول، فأسرة الطفل عملت له تمثال كنوع من العرفان بالجميل لأهل المدينة اللي ساعدوا أسرته في البحث عنه، وحكايات تانية كتيرة بيحكيها المرشدين السياحيين. مرشدين سياحيين بيحكوا الكلام ده وبيحكوه بجدية شديدة لزوار النصب التذكاري للطفل المعجزة. بروكسل عموما مدينة جميلة وهادية بالنسبة لنا احنا كجنوبيين اللي جايين من البلاد الصحراء ومن الخضرة اللي بيساعد الإنسان في صنعها وسط الصحراء، بنشوف أي بلد أوروبي جميل لكن مملة، تحس فيها بالغربة والوحشة، وبرغم من أنه مبانيها القديمة الجميلة إلا أنه الحداثة الفجة والمباني الحديثة بتخرجك من الإحساس بعراقة المدينة. لما تندمج أكتر في البلد يتسرب لك إحساس قوي بأنها مدينة على عجل أو مدينة في طور التحول بسبب كثرة الغرباء فيها اللي بيشتغلوا في مؤسسة الاتحاد الأوروبي، لدرجة أنك نادر تقابل مواطن بلجيكي، غالبية اللي بتتعامل معهم غربة جين يشتغلوا سنة سنتين في مؤسسة من مؤسسة الاتحاد الأوروبي ويمشوا. ما يخرجكش من الجو المقبض ده إلا إنك تروح شارع برابانت جنب محطة قطر الشمال. المحطة القطر في أوروبا دايما محطة قطر الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، وتوصل يعني كل محطة توصل ناحية الاتجاه بيكون ناحية الاتجاه الجغرافي بتاعها. شارع برابانت جنب محطة قطر الشمال، طبعا محطة قطر الشمال دي محطة متواضعة قوي لو قارنتها بمحطة قطر الشمال في باريس مثلا. محطة قطر الشمال بتبعد أقل من كيلومتر عن وسط البلد بتاع بروكسل، وانت خارج من المحطة دي تحس انك تنقلت المدينة من مدن الشمال الافريقي، تحس بالضبط انه حد سقطك كده في مدينة من مدن المغرب، تحس انك في طنجة او مراكش او اي بلد مغربي. في شارع برابانت انت في نسخة محسنة من اسواق العتبة او المسكي في القاهرة او اسواق مراكش الشهيرة في المغرب. الستات حواليك هتلاقي اغلبهم محجبات والكلام عربي باللهجة المغربية واغاني كاظم الساهر وام كلثوم شغالة في المحلات، جو عربي جميل. في المكان ده كمان ممكن تلاقي مطاعم عربية ومغربية كتير، وممكن كمان تستمتع على فكرة بوجبة سمك شهية جدا في المطعم المصري الموجود في الشارع بتاع الحاج عبد الله ابن المنصورة اللي مشغل عنده مجموعة من الشباب المصري والمغربي الجميل. طبعا عاوز اسطوانات اغاني مصرية ومغربية ممكن تشتريها برضو من الحاج رضا ابن الحمول اللي هاجر لبلجيكا من سنة 98. شكرا لحضراتكم. حول العالم في 30 يوما. حول العالم في 30 يوما بصحبة الدكتور أيمن زهري، إخراج حاتم العجمي.